محاضرتنا الثالثة لهذا اليوم هي عن الماموغرافي. أنا حاولت عن الماموغرافي أنه ألخص الموضوع بشكل جدا مبسط لحضراتكم حتى يوصلكم بالصورة المناسبة وشوية يعني يصير التحميل عليكم سهل. الماموغرافي راح أحكيكم كم نقطة عن أنه بس كبداية من عنده، الباقي كله شرح ما راح تناوله. هو مثل ما تعرفون انه الجلاندولار تيشو اوف ذا بريست تكون كلش راديو سنسيتيف، فاحنا بهالحاله نحتاج فد لو كي في حتى نستخدمه في الماموغرافي، وبهالحاله راح نقلل الراديشن دوز تو بريست، وراح نعمل دائما الافضل يعمل رايت وليفت بريست. التايبس اوف اكزاميشن عندنا دايجنوستيك ماموغرافي وإدنا السكرينينج ماموغرافي. السكرينينج ماموغرافي أنا أستخدمه إذا كان عندي أسمتوماتيك ومن، لكن with the use of two view protocol يوجب الميديولاترال أوبليك and كرينيوكودال أوبليك to detect on unsuspected cancer. يعني أنا مجرد سكرينينج تولز أعمله، لكن الدياجنوستيك ماموغرافي راح نعمله للبيشنت with symptoms or elevated risk of factor of carcinoma. بهالحالة أنا راح يسمونه diagnostic tool، يعني diagnostic mammography و screening mammography. الفيوز اللي استخدمها هي craniocaudal mediolateral oblique، طبعا هذول كلش كمان اللي احنا نعتمد عليها، ماكو فيوز اخر مثلا mediolateral lateral medial lateral exaggerated craniocaudal medial exaggerated craniocaudal، لكن احنا نستخدم فقط هوني craniocaudal و mediolateral oblique اللي مستخدم حاليا، وحسب الضرورة ممكن نستخدم هذه الفيوات الاخرى. الميديو لاترال اوبليك او الماموغرافي عشان انا راح استخدمه، انا مجرد انه البيشنت نخلي البيشنت بوزيشن ان بهذا البوزيشن، والاكس راي راح تجي بهالاتجاه والفيلم هوني. نورمال هسه اشوفكم شلون الاكس الماموغرافي راح تطلع. هذه الشادو اللي هي تبينني البكتوراس مصل، هذا الفيو هو كرينيو او ميديو لاترال اوبليك، ليش؟ لان انا شفته البكتوراس مصل، شفته هذا السكن الاوتر، هاي النبل، هذه سبكوتين الصفاتي تشو، هذه اختكم اكزيلاري اريا اللي يتمثل البكتوراس مصل، وهذه ادي جلاندولار تشو، هذه ايضا الفاتي بريس تشو. هذا نورمال ابييرنس اوف ميديو لاترال اوبليك. هوني عندني هذا مثل ما قلت لكم هذا ميديولاترال اوبليك، ليش؟ من انا شفته هذا الاكزيلاري اريا مبينه واضحه من بيكتوراليس مصل. هذا كرينيو كودال فيو لان ما شفته، ممكن تميزوه انه هاي ما شفته بها الاكزيلاري تيل هوني، فهي كرينيو كودال فيو. انا لو كان عندي ليجن هوني بهالاريا راح اقول انه هو بالابر كوادرنت، لكن لو كان الليجن هوني او هوني، طبعا هذا رايت بريست وهذا ليفت بريست، فاقول انه هو باللور كوادرنت. لكن لو كان الليجن بهالاريا او هالاريا راح اقول بالانر كوادرنت، هوني بالاوتر بريست كوادرنت، هوني اوتر بريست كوادرنت، اوتر بريست كوادرنت. يعني لو طلع عندي الليجن هوني وبالضبط هو هوني، اذا هو بالرايت بريست، لكن وين؟ بالابر انر كوادرنت اوف ذا رايت بريست. تمام، لو كان هوني فهو بالسنترال بريست ليجن، اوكي. يعني لو كان هوني فهو اكزيلاري ليجن، وموست كومن الاكزيلاري ليجن هو اللي تعرفوها هو الليمف نود اللي تبين عندنا بالماموغرافي. هذه ايضا هذا الفيو مثل ما تشوفونه هو ميديولاترال اوبليك. الابنورماليتي اللي راح نشوفها بالماموغرافي كلش سهلتوها، انا مجرد راح نشوف فد ماس مبين انه هذا بناين الا مالجنت، يعني مور يمشي مع بناين الا مالجنت، راح اشوف كالسيفيكيشن، اقول ما اكثر شيء يمشي مع بناين الا كالسيفيكيشن او مالجنت، واركتكتشرال ديستورشن، وممكن اشوف الليمف نود شلون تبين. ابلش بالموست كومن بناين بريست تيومر مثل ما تعرفون اللي هو فايبرو ادينوما. انا اخذت هذا، طبعا هذا زومينج عملته على الليجن بالماموغرافي، فاخذنا زوم على هذا الليجن، وهذا الليجن ممكن انذر ليجن.
هذا well defined rounded lesion موجود. هذا smooth density و rounded density هذا يمشي دائما مع البناين ليجن. فأنا لو أنطيكم هكذا ليجن بالماموغرافي well defined rounded density تحددوا لي السايت هذا يمشي أشنو بناين ليجن. وإذا قدم فايبروأدينوما أو simple cyst ممكن أشون أفرق بيناتهم. أفرق بيناتهم أنه أعمل ألتراساوند. نعمل ألتراساوند لو كان ليجن well defined oval shape ليجن regular outline خلينا نقول isodense to the surrounding breast tissue هذا most commonly يمشي مع البناين fibroadenoma. لكن لو كان cystic lesion راح يطلع بغير شكل. هسه تشوفون cystic بعدين شو راح يطلع. هذا الليجن ايش ممكن تقولولي؟ تقولولي well defined rounded to oval shape density located in the central breast. أنا ما حددت هوني رايت أو ليفت لأن ما كتبت هوني فد علامة أنه هذا رايت أو ليفت. ممكن تقول من central part of the breast صح. هذا الليجن شفتونه partially well defined lesion in the upper breast quadrant أوكي. فأنا هذا ما أعرف يعني كلش اللي هو أنه cyst أو fibroadenoma أو another lesion. فممكن simple breast ultrasound بينكم انه هو hypoechoic lesion well defined outline regular outline with distal acoustic enhancement. فهذا يمشي مع الكرايتيريا مع cystic lesion شلون تبين بالالتراساوند. تتذكرون انا شفتوكم السيست شلون يبين بالكدني. فهذه الكرايتيريا مع hypoechoic lesion well defined outline مع distal acoustic shadow enhancement هذا يمشي مع كرايتيريا مع cystic lesion شلون تبين بالالتراساوند. فالبريست نفس الشيء هي هذا شكل السيست بالالتراساوند. هذه نفس الشيء هتشوفوها زين. انا قلت لكم benign lesion بالماموغرافي well defined يا اما تقولوا لي على مستواكم هذا الليفل. ممكن تقولوا لي هذا مثلا هذا well defined lesion هذا نفس الشيء well defined lesion هون نفس الشيء يا اما fibroadenoma او cyst. ايش ممكن اميز بيناته؟ ممكن اعمل لكم ultrasound دكتوره ونميز انه هو هذا cystic lesion ولا fibroadenoma او another lesion. زين هذا اخذنا الماس او الليجن لو كان عنده كرايتيريا مال بناين. لكن لو كان اشك بالموضوع اشوف الليجن عنده كرايتيريا مال مالجنسي اشون. اولا تطيقون تشوفوا لي هذا الليجن هل هذا الليجن well defined density؟ لا طبعا. زين اكو في architectural distortion ممكن اعمل architectural distortion. solid mass اوكي solid mass with or without stellate features تمام. micro calcification اكو ولا لا بالليجن؟ النبل ممكن اكو ريتراكشن. السكن ثيكنينج بسايد ذا ليجن ممكن اواكو او لا. زين هذه كلها كرايتيريا تساعدني انه انا اقول هذا ممكن يكون مالجننت ليجن واحوله على بايرايد بالبريست اعلى. اللي مثلا هذا هسه يعني شنو ريجولار شيب يعني صن بيرست ابييرنس راديو دنسيتي. وممكن لو ترجعون مثلا شوي على السكن بس ما يبين هوني ممكن اكو معاه associated with asymmetrical thickening in the breast tissue with nipple retraction. ممكن شوية اكو بينه فد fine micro calcification. فهذه ارجح نحو malignancy of the lesion. هذه بس تساعدكم اشو توصفون الليجن لو كان هكذا هو rounded لو كان هكذا هو oval لو كان هكذا macro او micro lobulated مثل ما تشوفون او partially obscured margin او هون مثلا ill-defined شلون تبين irregular speculated appearance شلون تبين مثل ذاك اللي شفتوكم هو او well circumscribed هكذا تبين. هاي بس حتى تساعدكم شلون تتعلمون توصفون هذا الليجن. ترجحون معاي انه هو benign؟ لا طبعا. ليش؟ لان هتشوفونه اذا يشبه بالضبط ال speculated outline lesion. Speculated outline lesion with architectural and thickening البارنكايمال اللي around it ما تمام. فهذا أرجح إنه هو malignant lesion وليس benign lesion.
خلصنا الماس راح ناخذ ونوصف الكالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن عندنا إما ماكرو كالسيفيكيشن بالبريست أو مايكرو كالسيفيكيشن، وكل واحد بينه كرايتيريا وأنا مكتوبة هوني، ممكن تخون تقروها وتستفادون منها. الكالسيفيكيشن مثل ما قلت لكم يا إما يمشي مع البناين أو مالجنت مورفولوجي. البناين مثلا بالسكين فاسكولار واللي بوب كون بالفايبرو أدينوما بلازما سيل ماستايتس، ممكن الاكشيا كالسيفيكيشن بالسيس، ممكن سوتشر سايت ممكن يصير بيها كالسيفيكيشن. المالجنت اللي يكون بليومورفيك برانجينج فاين لينير، هذا يعني سسبيشيوس او يمشي مع المالجنت. الانترميديت يكون امورفوس كورس هيتروجينوس، يعني ما تقدروا احددوا بين هو هل مالجنت ام بناين ليجن. راح نطبق هوني، هوني هذا الكالسيفيكيشن هتشوفون قربنا على السكن اللي هو يوجوالي ديتكتد ان ذا سكن فيسمونه هذا سكن كالسيفيكيشن. هذا يمشي مع البناين، هذا نفس الشيء كالسيفيكيشن اللي يصير مع التاتو هاك الشيء بالاكزيلري فولد ممكن. زين هذا الليجن اللي هو انا شفته ويل ديفاين دنسيتي مع يعني تقريبا راوندد دنسيتي وذ لوبوليتد الماكرو لوبوليتد مارجن، معها دنس بوب كورن لايك كالسيفيكيشن مثل بوب كورن اللي الشامية اللي يسموها اللي هو يمشي مع الفايبرو أدينوما. هذا أيضا بوب كورن كالسيفيكيشن اللي يمشي مع الفايبرو أدينوما، لكن هذا كيرفي لينير كالسيفيكيشن within the calcified cyst wall. هذا نفس الشيء أكو فد راوندد أو أوفال شيب دينسيتي، معها أشكو بيها فايبرو أو بوب كورن كالسيفيكيشن اللي هتشوفونه اللي هي دينس كالسيفيكيشن اللي تكون دائما كاركترستكس موجودة مع الفايبرو أدينوما. الفاسكولار كالسيفيكيشن من اسمه فاسكولار فهو يتبع الوول اوف ذا بلاد فيزلز، فراح يكون على شكل لينير بارالل تراكت كالسيفيكيشن اللي يكون بهالصوره. هذا الكالسيفيكيشن تشوفونه هسه، راح اشوفكم بعض صور ان شاء الله. الكالسيفيكيشن اللي يصير بالوول اذا تقربون الصوره هوني اكو فد راوندد دنسيتي والرم مالته عبالك محدد بقلم فيسمونه اكشيل او ريم كالسيفيكيشن. هذا ممكن يصير فات نكروسس بيريفري اوف فايبرو ادينوما، ممكن الوول اوف سيستيك ليجن بعدين هاكد الى ان يمتد ويصير يكون السيست كاملا. ديستروفيك كالسيفيكيشن واللي هو بالضبط كورس ريجولار كالسيفيكيشن بهالصوره ياخذ، ممكن بالاريا اوف تروما او ممكن بالراديتد بريست اللي تاخذ راديشن فممكن يترك ديستروفيك كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن الاخر هذا تشوفونه سبيريكال ليجن مع لوسيد سنتر طبعا، لكن بيريفري كلش تبين كالسيفايد بيريفري. هذا يحدث بالفات نيكروسيس اند كالسيفايد سيست، يعني سيستيك او اكشال كالسيفيكيشن. هذا الكالسيفيكيشن اللي 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 يكون داكتكتيزيا دايليتد داكت وفام يصير تكلس بيها بالسكريشن مال الميلك فيصير بيناين كالسيفيكيشن اسوشيتد وذ داكت اكتيزيا. شوفوا الشيب مالته يسمون داكت اكتيزيا. هوني من خلال هذه الصور احنا من هوني ممكن نحدد هذا شلون كالسيفيكيشن بوب كورن فايبرودينوما، هذا بوب كورن فايبرودينوما، هذا اكشيل كالسيفيكيشن، هذا داكت اكتيزيا. تمام هذا يعني كلش سسبيشيوس فما اطيق احدده 100% بناين. هوني بالفاسكولار كالسيفيكيشن تشوفون along the wall of the blood vessels. البناين كالسيفيكيشن هوني مرت له راح بس هي مجرد تكرار صور حتى شويه تتعودون. هذا السكين كالسيفيكيشن، هذا شوفون الفاسكولار، هذا سيستيك وول كالسيفيكيشن شوفوا شلون بالبدايه بس فينت كالسيفيكيشن بعدين تطور بال2007 صار كلش بروميننت كالسيفيكيشن. هذا بوب كورن او كورس كالسيفيكيشن بالفايبرو ادينوما اوف ذا بريست. هذا ممكن ايش تقولوا لي فاسكولار كالسيفيكيشن. اوكي هذا also فاسكولار بريست كالسيفيكيشن بالرايت اند ليفت بريست. هذا هم نفس الشيء بوب كورن كالسيفيكيشن اللي هو فايبرو ادينوما. لكن هذا الليجن ايش تلاحظون؟ تلاحظون انه انا قاعد اشوف
الكالسيفيكيشن هوني ما مريح، هل هو يمشي مع الفاسكولار كالسيفيكيشن؟ لا والله. يمشي مع الفايبر أدينوم فوكون؟ لا والله. هذا عاد أشوفه بليومورفيك، أكو بينو راوندد، أكو لينير، أكو برانجينج، يعني different size and shape calcification and different density أكو. فهذا أرجح أنه ممكن أن يكون breast malignant breast micro calcification. هذا يحتاج fine needle، لازم ما نترك البيشنت. زين، قارنونه مع الكالسيفيكيشن اللي شوفتكم، هو البناين كالسيفيكيشن، هل تشوفونه مشابه؟ لا والله. أوكي، الايتم الاخيره اللي راح نشوفها هي الاكزيلري لينف نود، واللي مثل ما تعرفون هي تقريبا 20 الى 30 النمبر بالاكزيلري فولت موجوده، وعندنا جروبات هي انتيريور وبوستيريور لاترال سنترال وهكذا. ايش نشوف الاكزيلري لينف نود؟ الاكزيلري لينف نود وين راح اشوفها؟ بالكرينيو كودال فيو ولا الميديولاترال اوبليك فيو؟ لا طبعا بالميديولاترال اوبليك فيو، مثل ما قلت لكم لان الاكزيلري تيل راح تبين مال بريس، فراح اشوف البيكتوراليس مسل، واللي تبين هوني عندي اشني هي النيمف نود هوني. شوفوا هذه النورمال نيمف نود بها سنترال هايلم اللي هو فاتي، فيبين اسود اللون، مثل ما هوني هوني شوفوا النيمف نود بها سنترال هايلم، لكن هذه النيمف نود ما بها سنترال هايلم. والحلو انه هوني فد اكو فد راديو دنسيتي، يعني اكو دنس ليجن هوني بالبريس مع اسوشيتد نيمف نود انلارجمنت. اوكي، هذه لازم انا دائما اشوف الليمف نود، دائما من اشوف من افحص البريست، يعني ما بس اشوف البريست تشو، وانما اشوف الاكزيلري تيل حتى بالالترا ساوند انا اشوف البريست، وارجع اعبر لازم افحص الاكزامينيشن اوف ذا بيشنت الاكزيلري اريا. هذا كله في خصوص فيما يخص الماموغرافي، طبعا حاولت اقلص الى ابعد الحدود حتى تكون سهله ومستساغه وسهل ان شاء الله عليكم يا ربي. شكرا عيني.